السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله معانا رحلة صيد جميلة، بس إن شاء الله قبل ما نبدأ في الرحلة بتاعتنا، طبعا أنا عايزكم تنزلوا دلوقتي، اللي مشتركش معانا في القناة يشترك وفعل لنا الجرس ويعمل لنا لايك، ويا ريت يا جماعة اللي مشترك معانا ومش مشترك في قناة خالد طبعا تحديات عائلة أحمد وخالد ينزل دلوقتي في الرابط اشترك لنا وتابع معانا إن شاء الله. طبعا القناص النهاردة يا جماعة هشرح لكم عن طريق ضبط النشان بس في آخر الفيديو، تعالوا بينا نعيش ونستمتع مع الفيديو الجميل بتاعنا ونرجع مع بعض تاني. تعالوا معانا يا جماعة. بسم الله الله أكبر. صباح الفل يا رجالة. خليكم معانا. هنوريكم كل جديد. خش الله زي ما انت زي ما انت. بسم الله الله. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين ضربنا واحدة والتانية نزلت ما طارتش، فجينا ضاربينها رخ. طبعا الناس بيجيبها عشان بيجيبها فيها تاني عشان ما تتعبوش. بسم الله ما شاء الله. اثنين يا جماعة ورا بعض. صباح العسل. دوبي يا جماعة دوبي. نار أبيض. لكم معانا. ماشي. ماشي. زي ما انت تبقى تيجي وقت هاي شايفه عليته شويه. الله ينور. طبعا يا جماعة بالدوبل بالاتنين، وديت يا جماعة اهي. والله بعود يا صيد الموسم يا جماعة ان شاء الله يبقى رايق. هما طبعا خش تعالى نجيب التالتة يا ابو هيك. يلا اهم زي بنت كده دوبل يا جماعة ان شاء الله. التالتة لو وقفت هتيجي بإذن الله. تعالى معايا يلا. حاضر. الثالثة طارت يا جماعة. طارت. كانت واقفة يا جماعة بس احنا ما شفناهاش. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله نحاول إن شاء الله بإذن الله الموسم الصيفي ده نساعدكم معانا. خليكم معانا إن شاء الله، واللي ما عملش لايك يعمل لنا لايك يا جماعة، واشترك لنا في القناة. صباح العسل. مسافة يا جماعة خيالية. بين يا جماعة والله الكاميرا ديت يعني مقربة المسافة خالص. خيالية. أهو يا جماعة. ألف طوب يا جماعة، محطش منطق والله. والمسافة دي من على الضغط العالي يا جماعة. خليكم معانا. طبعا العسل الرجالي هنفتحكم إن شاء الله في الموسم الجديد. ماشي. على وين؟ شايف الذكر الريق دي؟ شايفه. طب روح هاته. خش عليه. طبعا يا جماعة اهي انتوا عارفين يا جماعة يوم الصيد دي عندي بيبقى زي يوم عيد كده. خليكم معانا يا جماعة. يا جماعة فردي عايز اللي يضربه ويجري يجيبها على طول عشان القطة واقفة. ايه يا جماعة عمال ابص عليهم. Yeah.
جت في دماغها يا جماعة. القطة بتبقى ايه؟ عينها عليه. خليكم معانا يا جماعة، احنا مذاكرين الكلام ده من زمان. ايه ايه يا ولد. كنت في الشارع بس طار. يلا بحبكم معانا. ماشي. المخ اللي في جناحي، في جناحي. سكتي. لكم معانا يا جماعة. ابو حفول يا رجالة، احلى رجالة في الدنيا. طب وتسكتي. لا تخبوا هيك. لكم معانا يا جماعة. بتفرفر فوق. تعال هنا اهو. اوعى تقع جوه. لا هتقع. وقعت. الشجر مكتم قوي. طبعا الفل. خليكم معانا يا جماعه. قلب طوب يا جماعه وربنا. ما حطتش منطق. طبعا يا جماعة الشجر اللي في ريحنا ده مليان. احنا لسه جايبين واحدة من ورا من شوية. حلاوتك كده ابو هيك. خليكم معانا. انا همتحكم همتحكم من الاخر كده. ان شاء الله. خليكم معانا. الله ينور، الله ينورك الناس. طبعا يا جماعة وقعت تفرفح. اهي لكم معانا يا جماعة، نوريكم كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله. مش قادر يقف والله. ولا من دي خليكم معانا يا جماعة. هنا هي. خليكم معانا. خليكم معانا.
هتروح. ماشي 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 مساكم طيبين يا جماعة، ربنا يجعله صيف عليكم سعيد إن شاء الله. لكم معانا يا جماعة. الله. يلا. ماشي. بس حدي. طبعا في المرة الثانية يا جماعة. ضربة كمان ضربة بقى عشان ما تطيرش في المية. بسم الله. بس. لسه بتخلص اهي. تعالى بقى عشان نبقى بسرعة. حبايبي. انزل يلا. وانا يا جماعة كنا شايفين هو بيدور على ايه. ان شاء الله يوقع لكم دلوقتي في الشجرة دي. بسم الله. الله ينور. الله ينور ابو هيك. شافنا طار يا جماعه كنس. حتى الوعد بقى خلي بالك عشان بتمشي ولا بتفرفر ولا ايه. وين عليها مذبوحه يا جماعه. ضرب الدماغ يا ابو هيك اللي بتفرفر. هنذبح يا جماعه. نذبح يا جماعه. ان شاء الله نوريكم كل جديد النهارده. الله ينور عليك. ايه يا جماعه. الله ينور عليك ابو هيك. بذبح بشر يعني اوريكم كل الدنيا ان شاء الله. طربة ملهاش حل. ماشي. النهارده العده المستخدمه يا جماعه كرال ارمص والرش المستخدم عليها جوما ماتش، وان شاء الله انتظرونا في كل جديد وجديد. ايش يا جماعه بس ايه اللي عامله شغل. طبعا يا جماعة احنا لسه من شوية صغيرين كنا ضاربين واحدة هنا من ورا يا جماعة. لسه نازله من هنا يا جماعه دلوقتي. احنا كنا ختمنا مع حضراتكم بس طبعا دي جت في السكه. ان شاء الله انتظرونا في كل جديد وجديد. زي ما عودنا حضراتكم ان شاء الله هنوريكم الطلعه بتاعتنا. هي طلعه بسيطه يعني بس ايه حبينا نوري حضراتكم يعني. الطلعه بتاعتنا يا جماعه الصلاه على حضره النبي. طلعت النهارده يا جماعه بسرعه على حبه النبي. شو حلوين. طبعا احنا ما غبناش وكل الحكايه بتاع ساعه حبينا نطلع نتمشى يعني ونطلع
هطلع مع حضراتكم النهارده. ان شاء الله يا جماعه تابعونا في الفيديو او خليكم معانا ان شاء الله. وان شاء الله يا جماعه خليكم معانا، هنحاول نوري حضراتكم طريقه ضبط النشال بطريقه سهله خالص. تابعوا معانا. رجعنا لحضراتكم تاني النهارده يا جماعه، طبعا عشان نعرف حضراتكم طريقه ضبط النشال بطريقه سهله. يا ريت يا جماعه تركزوا معايا عشان انا كلامي واضح وسليم، وان شاء الله النهارده الشرح بتاعي هيبقى عملي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ديت حاجه بسيطه باينه من النشال الامامي، ودي حاجه طبعا الدبان او النقطه الاماميه مداريه في اليمين، النقطه الاماميه طالعه لفوق، النقطه الاماميه متساويه. فان شاء الله هنعرف حضراتكم النهارده ايه معنى كلمه ربع النقطه ونص النقطه والنقطه كامله. طبعا انا كنت في الفيديوهات اللي قبل كده طبعا يا جماعه بوضح لحضراتكم حكايه ربع النقطه ونص النقطه والنقطه كامله. بس قبل ان شاء الله النهارده ما نخش الفيديو ونتكلم الفيديو، اللي ما اشتركش معانا في القناه دلوقتي ينزل دلوقتي يعمل لنا اشتراك ولايك، ويا ريت يا جماعه اللي بتابعونا دلوقتي وصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك عشان نحاول نوصل المعلومه للناس كلها، حبايبنا الصيادين. وانا عارف ان المتابعين بتاعي دلوقتي كلهم غاويين صيد وناس صيادين وعلى دماغي، تحياتي لكل المتابعين في داخل مصر وخارج مصر. والنهارده يا جماعه ان شاء الله هنعرف حضراتكم طريقه ضبط النشال، ركزوا معانا. احنا النهارده ان شاء الله عن اول مرحله يا جماعه طبعا الشيز اللي هو الخلفي، الفتحه بتاعت النقطه الاماميه او الدبانه، سين نمله الدبانه بتداري زي ما حضراتكم شايفين في الشمال، فهيتصوب معانا زي ما حضراتكم شايفين الهدف هيبقى في الشمال معانا، مش هيبقى في داخل الهدف او في نصف الهدف زي ما بقول. طبعا ده حاجه معروفه، احنا المفروض نخلي النقطه ديت في نص الشيز الخلفي، يبقى الثلاث نقط متساويين. اما في حكايه المسافات هنا هنتكلم في حكايه المسافات، ربع النقطه ونص النقطه والنقطه كامله. تعالوا بينا يا جماعه، طبعا زي ما قلنا لحضراتكم هنا هنتصوب مثلا على مسافه 40 او 50 متر. طبعا في نقطه برضو عايز اعرفها لحضراتكم، بترجع على حسب جوده وقوه البندقيه اللي معاك، يعني على حسب قوه البندقيه اللي معاك بتعرف انت تحدد الهدف او المسافه. اذا كان انت تضرب مثلا تبان ربع النقطه او نص النقطه فبترجع لقوه البندقيه يا جماعه. انا لو معايا بندقيه قويه وهضرب على مسافه بعيده الهدف هيبقى كده. لو قلنا مثلا المدى المؤثر 100 ولا 150 متر على حسب نوع البندقيه، فالشكل بتاع الرشايه بيبقى طالع بالشكل ده، طالع يعني بعلو بسيط كده بمنحنه ومنحدر الرمايه، وطبعا بينزل كده يا جماعه، يعني هو بيطلع بس طبعا مش بالمنحنى ده كله، هو بيطلع بخط مستقيم ويبتدي في نقطه هيقف عندها ويبتدي ينحني تاني ينزل ايه للاسفل. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم انا لو هضرب على مسافه 40 متر او 50 متر فانا هحاول ابين حاجه بسيطه من النقطه، عشان خاطر المسافة لو معايا البندقية الكويسة زي ما قلنا لحضراتكم يبقى على ما تعلى معانا الهدف بيعلى سنة بسيطة، فعلى ما يعلى يجي معانا في الهدف مظبوط. ده بالنسبة لربع النقطة. بالنسبة طبعا للشمال واليمين زي ما قلنا لحضراتكم هنا، هنا النقطة بتاعت الدبانة الأمامية بالزاوية هنا طبعا في اليمين، فهتدي معانا يمين. ده بالنسبة للنشال اللي هو الخلفي مع النقطة القدامانية. هنا بقى طبعا انا عليت هنا بسن نمله الدبانه، عليت بيه لفوق اهوت او ظهرته من الشيز الخلفي طبعا بطريقه يعني ايه زي ما قلت لحضراتكم نقطه كامله مثلا، فعلى مسافه طبعا 10 او 15 متر فهيديني الهدف بتاعي هنا طبعا، لان المسافه قريبه. المسافه طبعا لو بعيده ممكن يديني الهدف في النص هنا داخل الدايره دي، ده عشان المسافه قريبه. فطبعا عشان خاطر احنا هنضرب على مسافه 15 متر او 20 متر او 17 متر فهنحاول نبين النقطه ديت بحالها زي ما حضراتكم شايفين في المسافه القريبه. بالنسبه للنقطه يا جماعه هنا وديت ضربه متساويه ومع ذلك جايه في نصف الهدف. طيب احنا هنقول المسافه ديت هنظبطها كده، هنضرب على مسافه كام متر؟ هنضرب على مسافه 20 و25 متر. زي ما قلنا لحضراتكم على حسب نوع البندقيه وجوده البندقيه معايا، كل ما البندقيه تبقى اقوى فاحنا هنحاول نبعد في المسافه اللي هي القريبه، بدل ما 10 نخلوها 15 متر يبقى هنبين النقطه كامله. وهنا النقطه متساويه، بدل ما مثلا هتبقى على 17 او 18 متر هنخلوها على 25 متر، هيبقى الضربه معانا متساويه على 25 متر، هساوي الثلاث نقط جنب بعض. انا طبعا بسمي ديت نص النقطه.
بس طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، لو واحد معاه بندقية ضعيفة شوية هيحاول يقلل من دي كمان، بس مش بالطريقة دي، هيحاول يقلل مثلا يبين نص النقطة دي بالظبط كده في أثناء الضرب. كلام واضح وسليم، ركزوا معايا وأعيد لحضراتكم الكلام تاني. هنا يا جماعة النقطة متساوية اهي، معايا البندقية قوية، يبقى أنا هساوي وأضرب على مسافة 25 متر، هصيب الهدف بتاعي 10 على 10، ولا فوق ولا تحت. بالنسبة للنقطة كاملة باينة أهي قدام حضراتكم، يبقى أنا هضرب على مسافة 15 و17 متر عشان أسجل معايا هدف. لو ما جاش في نص الهدف هيجي معايا في الدماغ أو في الحصلة. طبعا ده بالنسبة للإيه، الأهداف اللي إحنا بنصوب عليها. وبالنسبة للنقطة اللي باينة حاجة بسيطة ديت، لو البندقية قوية معايا أنا هضرب على مسافة 50 متر وأزيد، وهضرب أبين نص الدبانة زي ما حضراتكم شايفين كده. ويا رب يا جماعة أكون قدرت أوضح لحضراتكم طريقة ضبط النشام بشكل صحيح. ويا ريت يا جماعة تعملوا لنا لايك وتفعلوا لنا الجرس وتشتركوا لنا في القناة، وإن شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد. طبعا وزي ما حضراتكم شفت الفيديو الجميل بتاعنا كده يا جماعة، بس يا ريت يا جماعة اللي نسي يعمل لنا لايك ينزل دلوقتي قبل ما الفيديو ينتهي يعمل لنا لايك. وان شاء الله اللي مشتركش معانا في القناة، ويا ريت يا جماعة اللي مشتركش في قناة خالد، طبعا قناة خالد في الرابط، انزلوا اشتركوا وفعلوا له الجرس، وان شاء الله تابعونا في كل جديد وجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.